طيب هنبدأ نكريت كده ايه بروجكت على نظافة، عشان برضو يعني نراجع مع بعض الحاجات دي من تاني، تبقى منها يعني مراجعة، ومنها ان احنا نبقى بادئين بروجكت على نظافة، بدل ما في كذا حاجة توقفنا احنا مش فاكرين هي اصلا كانت بتعمل. طيب عشان نكريت بروجكت، باجي من هنا سبرينج ستارتر وبقول له نيو. هنا بيطلب مني الايه النيم بتاع البروجكت، فممكن اقول له مثلا سبرينج سكيورتي ديمو. هنا اديته الايه النيم بتاع البروجكت. طبعا لو محتاج اغير اللوكيشن بتاع الايه بتاع البروجكت، باخد بس الايه النيم بتاعه واشوف انا بسيف فين. طيب انا بستور على الايه على الريبوزيتوري، سيلكت كده اللوكيشن وبديله الايه النيم بتاع البروجكت. طيب هنا بيسألك بقى عن الايه، هل هتشتغل ميفن ولا جراديل، وهل هتشتغل محتاج الباكجينج بتاعتك جار ولا وار، اللانجوج اللي انت هتشتغل عليها، الجافا فيرجن اللي انت هتشتغل بيها، وهكذا الايه المعلومات دي كلها. بعد كده بيقول لك الجروب بتاع الايه بتاع البروجكت، ممكن نخليه كوم دوت جلوبال. مش مشكلة دوت مثلا. طيب الباكج هتبقى نفس النظام. طيب في حاجة تانية هنا، مش محتاجين حاجة تانية، أقول له نكست. طيب هنا طبعا بيقول لك الفيرجن بتاع سبرينج بوت اللي أنت إيه تشتغل عليه، تمام. بعد كده بتختار الإيه الديبندنسز اللي أنت هتشتغل عليها أو هتشتغل بيها يعني. طيب احنا في البداية هنيجي طبعا على الويب، محتاجين نعمل ويب ابليكيشن او ويب سيرفيس يعني. هنختار الجزئية بتاعت سبرينج ويب، تمام. محتاجين برضو من السيكوال سبرينج داتا جي بي اي، ومحتاجين الدرايفر بتاع الداتابيز. انا شغال على ماي سيكوال داتابيز، فاختار ماي سيكوال درايفر، تمام. طيب ده كده مبدئيا الحاجات اللي انا ايه اللي انا محتاجها. طبعا هنحتاج نضيف الايه، هنحتاج نضيف السكيورتي. فهتيجي من هنا تضيف سبرينج سكيورتي، بس انا في البدايه مش محتاج اضيف الايه السكيورتي، محتاج بس ان انا اضيف الحاجه اللي انا هشتغل عليها وتستاهل، وبعدين ابقى ايه ابقى اضيف السكيورتي. طيب هقول له هنا نيكست وفينش. هو المفروض كده اعمل امبورت للايه امبورت للبروجكت. طبعا تحت البيز باكج هنا بيكون ايه منزل لك الايه المين كلاس اللي انت هتشتغل عليه، اللي هو بيكون فيه المين ميثود، وبيكون فيه الانوتيشن بتاع سبرينج بوت ابلكيشن، تمام. هنا تحت الريسورس بيكون ضايف لك الايه ابلكيشن دوت بروبرتيز والاستاتيك والتمبلتس، لو انت هتشتغل ويب ابلكيشن او كده. على حسب بقى التمبلت اللي انت هتضيفها، هتضيف الايه الحاجات الاستاتيك زي الجافا سكريبت والحاجات دي، والتمبلتس اللي انت تشتغل عليها. هنا في الميفن ضف لنا الحاجات المفروض اللي احنا اخترناها زي الويب والجي بي اي، وال طبعا ضف لنا الايه سبرينج تيست او سبرينج ستارتر تيست باي ديفولت. طيب اول حاجه محتاجينها الكونفيجريشن بتاع داتابيز، فالكونفيجريشن بتاع داتابيز ممكن اخدها كوبي كده من ايه من اي بروجكت عندنا قديم. طيب هنا مفيش حاجة، ماشي. طيب ممكن ناخدها من الديف. محتاجين هنا الكونفيجريشن بتاع الداتابيز والديليجيت بتاعها وكده، يعني الحاجات التانية دي ماشي مفيش مشكلة ممكن ناخدها. طيب ايه تاني؟ داتا سورس، ماشي كده ناخد الايه الحاجات دي كده، الحاجات اللي تحت دي ممكن ما نكونش محتاجينها دلوقتي. طيب الداتابيز اللي احنا شغالين عليها، طبعا على حسب الايه اللوكال الهوست والبورت اللي عندك. انا البورت اللي عندي 3306. الداتابيز اللي احنا شغالين عليها ممكن نشتغل على بوك، او ممكن نشتغل مثلا على حاجه زي اتش ار.
تمام، وهنا اليوزر نيم والباسورد بتاع الداتابيس. تمام، طبعا الديليجيت ده زي ما احنا طبعا ضايفين الايه الجي بي اي، الديليجيت ده بيروح ينهانس الايه الدي دي ال اللي هو بيكريتها للايه اللي هو بيجنريتها للداتابيز. الدي دي ال هنا اوتو مستخدمين ابديت بحيث ان هو يروح يكريت التيبلز اللي احنا موجوده عندنا، وفي شويه كونفيجريشنز كده لللوج في الايه في الجي بي اي والهايبر نت والفورمات للايه للسي. طبعا ده كونفيجريشن كده للداتا سورس اللي هي ايه او الكونكشن الكاري كونكشن بول يعني اللي هو مسؤول عن الكونكشن بول. تمام، ودي كده ايه شويه حاجات تانية في الايه ديباج للويب سيرفيس بحيث ان هو يضيف اللوج كده للايه للسيرفيس اللي هو بيندها. طيب دي اول مرحله. احنا هنا طبعا بشكل اساسي في السكيورتي هنبقى محتاجين ان احنا نشتغل مثلا على اليوزر والرولز واليوزر رولز. نفترض ان احنا عندنا مجموعه من اليوزرز وعندنا مجموعه من الايه من الرولز، فهنبدا الاول نكريت الايه الحاجه اللي احنا محتاجينها وبعدين نابلاي عليها الايه نابلاي عليها السكيورتي. فانا هاجي هنا مش هديليت. طيب هاجي اقول له نيو محتاج ايه كلاس جديد كوم دوت جلوبال دوت مثلا انتيتي. وده هسميه مثلا اب يوزر. تمام، لان هتقول لي طب انت ليه هتسميه اب يوزر؟ طب ما تسميه يوزر بس. هنا يعني في سبرينج اصلا بيكون في سبرينج سكيورتي زي ما احنا هنشوف مع بعض كمان شويه، ان هو بيبقى ضايف لك اصلا كلاس اسمه يوزر، يعني باي ديفولت بيكون عنده ايه كلاسز للسكيورتي وكده وبيكون مسمي كلاس اسمه يوزر، فعشان ما يحصلش كونفليكت ما بين اليوزر. ما طبعا ده بيكون جاي من باكج وده من باكج تانية، مش يعني عادي ما فيش مشكله ان احنا نسمي ده يوزر وده يوزر، بس عشان ما يكونش فيه لخبطه ما بين اليوزرز وبعضها خلينا احنا نسمي مثلا اليوزر بتاعنا اب يوزر، وده هيبقى اليوزر اللي في الداتابيز او الايه او اللي موجود في الاب يعني. طيب هنا هقول له فينيش. طيب ده طبعا هيبقى هعمل انتيتي. طيب هنا مش هحتاج اديله نيم للانتيتي، ممكن اديله نيم للايه تيبل. ممكن اسميه في الداتابيز ايه اسميه مثلا سيك يوزرز نيم. تمام، يبقى اسم الانتيتي عندي اسمها اب يوزر، انما في الداتابيز التيبل اسمه سيك يوزرز. طيب ايه اللي انا محتاجه في ال التيبل بتاع اليوزر؟ محتاج اقول له هنا برايفت، طبعا محتاج اللونج الاي دي برايفت سترينج النيم بتاع اليوزر برايفت. ممكن ده نسميه الفول نيم عشان ما نلخبطش برضه. string اليوزر نيم باسورد. تمام، ده بالنسبه للايه بالنسبه لليوزرز الاي دي والنيم واليوزر والايه والباسورد. طبعا نبقى محتاجين الايه نضيف الرولز بتاعته، بس خلينا نضيف الانتيتي الاول بتاعت الايه بتاعت الرولز. هنا المفروض ان انا اجنريت الستر والجيتر وكده، بس بدل من ايه ما نجنريت بايدينا تعال نضيف الستارتر بتاع اللون بوك. عشان اضيف الستارتر بتاع اي حاجه او اديت يعني في الستارترز بدل ما اكتبه بايديا في البوم، باجي هنا على البروجكت كليك يمين واقول له ايه هنا سبرينج واقول له اد ستارتر ده في اكليبس يعني، فبيفتح لي الايه الستارترز اللي هو كان فاتحها في الاول واضيف الحاجه اللي انا محتاجها. انا محتاج هنا اللون بوك. هقول له نكست. طيب هقول له هنا ضيف لي الايه ضيف لي اللون بوك. طيب المفروض بقى لو ضفت هنا
الستر والجيتر. ممكن بقى أضيف فول أرج كونستراكتور والنو أرج. طيب كده احنا عندنا الايه الحاجات الأساسية في اليوزر. محتاجين ايه تاني؟ محتاجين بقى الرول. طيب هاجي هنا هقول له نيو كلاس سميها رول تحت الانتيتي. طيب انا ممكن عشان يعني ايه بدل طبعا نكتب كتير ممكن ادليت ده، وممكن ان انت تكوبي وتبست كنترول كده وتسحب الكلاس فبيعمل لك كوبي كده من الكلاس ده، ممكن اسميه رول. تمام، وهاجي في الرول ده اعدل بس الايه اقول له ده التيبل بتاعي اسمه سيك رولز. تمام، وهنا عندي الاي دي والمفروض النيم بتاعت الرولز. بس محتاج حاجه تانية في الرول. تمام، طيب بس في ريليشن ما بين اليوزر والرولز، والريليشن دي هتكون ميني تو ميني. يعني اليوزر طبعا ممكن ياخد اكتر من رول، والرول ممكن تكون مع اكتر من يوزر، فساعتها محتاج ان انا اعمل ريليشن ميني تو ميني. فاقول له برايفت تمام ليست اوف ريليشن، وطبعا ممكن ايه نستخدم ست. احنا طبعا لو انتم فاكرين واحنا كنا بنتكلم في الجي بي اي كنا بنقول ان الافضل في الميني تو ميني ست بدل ايه الليست. فهستخدم هنا ست من تحت جافا دوت يوتيل، وهقول له انا محتاج ست اوف رول، اعمل لها طبعا امبورت اسميها رولز. هقول له هنا هو هاش ماب او هاش ست. تمام، وهقول له هنا ميني تو ميني. طيب في الميني تو ميني بحتاج ان انا اديله الجوين كولوم او الجوين تيبل. جوين تيبل تمام، وفي الجوين تيبل ده محتاج اديله بقى الايه محتاج اديله النيم بتاع التيبل ده، ومحتاج اديله الجوين كولومز والايه الكلام ده كله. طيب النيم بتاع التيبل هسميه سيك اندر سكول يوزر رولز. يوزر رولز تمام. طيب تاني حاجة محتاجينها في الجوين دي، محتاجين طبعا الايه محتاجين الجوين كولومز. بس هنا محتاجين الجوين كولومز.
طيب لو عملت ريفرش تاني كده هلاقي ان الايه الدنيا ظبطت اهي كويس. هرجع دي بس زي ما كانت عشان ما انساهاش. طيب انا يعني في الاخر طبعا كل الموضوع ده احنا لسه ما بدأناش في الايه في الجزئية بتاعت السكيورتي. احنا كل الموضوع ده بنعمل زي سامبل بروجكت كده بحيث ان احنا ايه نبص عليه او نتست عليه. يعني السيرفيس دي او الويب سيرفيس دي كده تعتبر ريسورس عندي، تمام؟ فالريسورس ده يعني مش المفروض ان اي حد يشوف الايه يشوف كل اليوزرز اللي عندي او ان هو ياكسس الايه اليوزرز اللي عندي او الويب سيرفيس عموما يعني، الا لو هو حد فعلا موجود، تمام؟ فانا محتاج ان انا اضيف ايه، محتاج ان انا اضيف سكيورتي، ابلاي سكيورتي، بحيث ان اي حد يكلم اليو ار ال ده او يفتح يعني اي يو ار ال موجود عندي في السيستم السكيورتي يساله يقول له هل انت اصلا يوزر موجود عندي؟ فلو هو يوزر موجود طب انت ليك صلاحيه ولا لا، وهكذا الايه الجزئيه بتاعت الاوثنتيكيشن والاوثورايزيشن. طيب تعالى مع بعض كده نضيف الجزئيه بتاعت السكيورتي. لو جيت كده على البروجكت اهو عملت كليك يمين كده وضفت الايه وقلت له اد ستارتر. طيب هنا في السكيورتي هلاقي ان في كذا حاجه في الايه في السكيورتي، منها اول حاجه اللي هي سبرينج سكيورتي. اضيف بس الستارتر بتاع سبرينج سكيورتي وهقول له نكست. هنا بيقول لي ان هضيف لك الايه سبرينج سكيورتي ستارتر، فاقول له ايه اضيف الايه السبرينج سكيورتي ستارتر. تمام. طيب بعد ما ضفنا السبرينج سكيورتي ستارتر تعالى كده ايه نريستارت بروجكت. احنا طبعا سبرينج سكيورتي بيابلاي الايه الديفولت اللي هو الايه اللي هو البيزك اوثنتيكيشن، تمام؟ وبيضيف لك يوزر بحيث ان انت تقدر تست بيه. طيب هنلاحظ هنا ان انا اول ما عملت رن هتلاحظ ان هو هنا بيقول لك يوزنج جنريتد سكيورتي باسورد، وعمل لك جنريت كده للايه للباسورد اللي انت هتستخدمه، تمام؟ زي ما قلنا طبعا اول ما بتضيف الايه اول ما بتضيف الديبندنسي او الستارتر يعني بتاع سبرينج هو بيضيف لك يوزر يعني باي ديفولت، وبتقدر ان انت تستخدم الايه تستخدم اليوزر ده طالما ان انت لسه ما عملتش كونفيجريشن للايه للسكيورتي. طيب الحاجه الثانيه ان انت لو جيت اصلا تعمل بقى ريفريش للسيرفيس دي، تمام؟ هتلاقي ان هو مش هيرجع لك الايه الداتا. هتلاحظ كده ان هو لا ان انت اصلا مش عامل لوجن فوداك تعمل لوجن الاول. طب هتقول لي هي الفورم دي جت منين؟ اقول لك برضو الفورم دي جت من سبرينج سيكيورتي، تمام؟ باي ديفولت هو شغال على البيزك ايه البيزك اوثنتيكيشن وبيكون ضايف لك ايه يوزر باي ديفولت. طيب اليوزر اليوزر نيم بتاعه بيكون يوزر، تمام؟ والباسورد هديله الباسورد اللي ايه اللي هو اداهولي، واعمل ساين ان. الاحظ ان هو ايه ادالي سكسس وراح للسيرفيس اللي هو ايه اللي انا كنت بنادي عليه. لو جيت عملت ريفرش خلاص هو خلاص يعني فهم ان انا عملت لوجن على نفس الايه على نفس الحاجه على نفس السيشن اللي انا شغال عليها، فما بقاش يطلب مني لوجن تاني، تمام؟ طيب تعالى كده نجرب الحاجات دي على البوست مان. احنا هنا على البوست مان الكوليكشن بتاعنا. طيب خلينا هنا في اتش ار يوزر اد رول فور اول يوزرز، اصلا ما فيهاش حاجه. ماشي تعالى نسميها مثلا يوزرز اول يوزرز. طيب اليو ار ال هيبقى ده كده، سيف كده سيف اند اوفر رايت سند، تمام؟ هتلاقي رجع لك ايه رجع لك ان اوثورايزد. بس طبعا هنا ده انت يعني في البوست مان مش هيروح يفورورد بقى على الايه على اللوجن والكلام من ده، بس هو رجع لك هنا ايه ان اوثورايزد 404 ان اوثورايزد او 400 سيميلر يعني. فهنا ده الاستيتس كود الايه اللي راجع في السيرفيس. طب تعالى نبص على اللوج كده. طيب تعالى نحذف بس اللوج ده سن. طيب ما فيش اي لوج، المفروض يعني كان يبقى فيه اي لوج وكده.
بس احنا اصلا عاملين جينا هنا في البروبرتيز عاملين ديبوج طيب الفكرة ان هو هنا قبل ما يروح اصلا للريسورس راح على الفلتر او السكيورتي فلتر يعني اللي هو ضايفه، فلقى ان انت اصلا مش عامل لوجن لسه، لان اليوزر ده اصلا مش عامل لوجن تمام. فساعتها قال لك ايه، ان اوثورايز ده قبل بقى ما يروح يكلم الايه السيرفيس وقبل ما يعمل اي حاجه. طيب هنا في البوست مان عشان اوثورايز باجي هنا في حاجه اسمها اوثنتيكيشن وبختار الايه الاوثنتيكيشن. فهنا احنا طبعا قلنا ان هو شغال بيزك اوثنتيكيشن، فهقول له اليوزر مثلا بتاعي كذا والباسورد اللي احنا نسيناها. طيب تعالى نريستارت تاني. طبعا احنا نسينا الباسورد وعملنا ايه ريستارت. طيب كده الايه الباسورد اهي، هقول له سند. لاحظ ان هو رجع لي الايه، رجع لي الداتا بالشكل ده تمام. فدي كده اول مرحله في الايه، اول مرحله في الاوثنتيكيشن او في السكيورتي، يعني ان انت بتضيف الايه الستارتر بتاع السكيورتي، فساعتها بيروح ايه يروح يعمل اوثنتيكيت للاوثنتيكيشن يعني للايه السيرفيس دي وبيشتغل عليها مفيش مشكله. تقول لي طب هو انت ايه فايده اليوزر والرولز اللي انت ضفتها، ما انت لسه ما لهمش علاقه باي حاجه. هو اه طبعا يعني لسه الحاجات اللي احنا ضفناها دي اليوزر والرولز واليوزر رولز والكلام ده كله لسه ملوش اي علاقه باي حاجه في السكيورتي اللي احنا ضفناه. احنا لسه لحد دلوقتي شغالين على الايه، على البيزك اوثنتيكيشن او الديفولت امبلمنتيشن للسكيورتي، ان هو بيضيف لك الايه، بيضيف لك اليوزر هنا. طيب هتقول لي ينفع اغير اليوزر ده، اليوزر اللي هو بيضيفه باي ديفولت ده ينفع اغيره؟ اقول لك اه ينفع تغيره مفيش مشكله. ممكن من هنا تقول له سبرينج دوت سكيورتي دوت يوزر نيم دوت يوزر دوت النيم، وتدي له مثلا ايه، لا انا هيبقى اليوزر بتاعي ادمن تمام. ونفس النظام الباسورد ممكن تدي له ايه يوزر نيم وباسورد بشكل ثابت، باسورد مثلا هتبقى 1 2 3. تمام لو عملت ريستارت كده وممكن برضه تدي له الرولز، يعني لو في طبعا ممكن تجي من هنا برضه تدي له ايه الرولز تمام. والرولز هنا بتبقى برضه بري ديفايند، بتديها بتدي له مثلا ايه ادمن كده وكوما يوزر تمام. دول طبعا بتبقى حاجات ايه بري ديفايند هو معرفها ويعني معتمد عليها. بتدي له هنا ادمن وبتدي له ايه يوزر، الاثنين رولز دول بتدي له الرولز اللي انت محتاجها. وده كده للايه للديفولت يوزر اللي موجود عندك كده، بتوفر رايد اليوزر نيم بتاعه بدل ما هو يوزر بتخليه ادمن، والباسورد بتاعته بتخليها 1 2 3. طيب لو جيت كده وقلت له ادمن والباسورد 1 2 3، هلاقي ان هو ايه اشتغل عادي مفيش مشكله. طب اديته باسورد غلط، اي حاجه غلط في الباسورد برضه شغال عادي غريب، أو ممكن يكون بس عمل كاشنج أو حاجة زي كده، بس ده مش صح يعني. طيب تعال ريستارت. طيب هو كده ايه ان اوثورايزد، كده شغال. هو الفكرة واضح ان هو لما بيسكسس مرة خلاص كده، طالما ان هو يعني شغال على نفس الايه، على نفس اليوزر ايجنت اللي هو شغال عليه.
طيب ده كده الـ implementation بشكل مبدئي في الـ security. كل اللي احنا عملناه ان احنا بس ضفنا الايه، ضفنا الـ dependency اللي هو الـ starter بتاع Spring Security. هو خلاص عمل apply للايه، للـ default configuration بتاعت الـ security. بقى يطلب مننا الـ username والـ password لأي resource احنا بنشتغل عليه. بقى يطلب مننا الـ username والـ password. بيكون ضايف user by default، تمام، اللي هو يوزر وبيكون بيعمل لك generate للـ password بتاعته. عملنا اوفر رايد للايه، للباسورد اللي موجود. ينفع نعدل في الكونفيجريشنز بتاعه السكيورتي دي؟ اه طبعا ينفع ان احنا نعدل نكستمايز الكونفيجريشن كلها، وده اللي احنا هنشوفه مع بعض ان شاء الله يعني بعد البريك.